ليكون متأدبا في مقام إظهار العبودية بما أدبه الله تعالى به. وإظهار العبودية من العبد هو ماذا؟ هو العمل الذي يتلبس به العبد، إظهار العبودية. سيد العلامة عنده مبنى، التفتوا جيدا، يقول كل الأحكام من واجبات ومحرمات، من مستحبات ومكروهات، كل الأحكام تريد أن تعلم الإنسان شيئا واحدا وهي العبودية، كل شيء ما به. هذا الذي يقولون مصالح ومفاسد وواقعيات، سيد العلامة لا يقبل هذا، يقول كلها تريد أن تعلم العبد شيئا واحدا وهو ماذا؟ وهي العبودية لله، هذا هو الأساس. فلهذا لو قام بعمل واجب ولكنه من غير إظهار العبودية، ذاك العمل له قيمة أو ليس له قيمة؟ ولو قام بعمل محرم وهو لا يعلم أنه محرم وقصد به العبودية، منقاد أو ليس بمنقاد؟ فالمدار على العبودية، وإلا مو المدار على المصالح والمفاسد الواقعية. كل الهدف هذا، وهو أن العبد، أن الإنسان يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. يعني شنو يكون عبدا لله؟ يعني شنو يكون عبدا لله؟ يعني أن يكون عين الفقر والحاجة إليه. خب هنا قد يأتي على ذهن بعضكم بأنه العبودية كمال في الإنسان لو نقص في الإنسان، مو احنا مرارا نقول بأن الحرية كمال في الإنسان، لماذا صارت العبودية لله كمال في الإنسان؟ العبودية احنا الآن كل القوانين نضعها حتى نجعل الإنسان عبدا لو حرا، لعد لماذا عندما نصل إلى الله الحرية في قباله نقص والعبودية في قباله ماذا؟ كمال. هذا السؤال نحن أجبنا عنه أين؟ في علم الكلام. قلنا لأن العبودية لغير الله غل، أغلال، قيود، أما العبودية لله سبحانه وتعالى فهي عين الحرية. لماذا؟ لأن هذه العبودية لله الله يستفيد منها أم العبد يستفيد منها؟ فإذا هو يريدك عبدا له حتى تتحرر من الآخرين، حتى تتحرر من كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. والعبودية لغيره لأجل الغير، لا يريد موجودا آخر يكون له عبدا حتى يستفيد منه، لأجله مو لأجل العبد. قال وإظهار العبودية من العبد هو العمل الذي يتلبس به العبد